أنا بقى صلاح الدين، تخرجت من جامعة الأحفاد للبنات، مدرسة العلوم الإدارية، لوجيستيك كوردينيتر لمبادرة فوطة سد الخانة، وأسيستنت كوردينيتر لشغل العالم، ومهتمة بقضايا النوع. بتأثر بالتحيز النوعي طبعاً، يعني من وأنا صغيرة شديد طبعاً، لكن أيوه بساهم فيه. أنا كنت لوقت بتحسي إنك لا، يعني لأنك مهتمة بقضايا النوع ممكن تكون حساسيتك أعلى من الباقين، لكن لا بنساهم فيه. يعني ممكن وإنتي ما قصدت تقولي لأخوك يا أخي ما تبكي أنت راجل مثلاً، في البيت يمكن شوية الوضع بيكون أحسن، لكن في المجتمع لا، عانيت طبعاً، في الشارع العام تحرش، يعني ما مرحب بوجودنا في الفضاءات عموما، ما ممكن تسافري براك لأنك بنت، ما ممكن تعملي لأنك بنت، ما ممكن. فبس بعدك بنكسر الحاجات برانا، يعني ما بتكون سهلة. أنا بفتكر بأنه يكون يعني نكون موجودين في كله، يعني لو الهرم عامل كده وفي فراغات، إحنا المفروض نملى الفراغات حقت الهرم دي، يكون في المزيد مننا في الفضاءات العامة وكده، وبالتوعية ذاته بفتكر، لأنه مرات بيكون أصلاً نوع من التربية أو التحيز قاعد في اللاوعي حق الزول، فأنت مفروض توعيه. بس أمشي في الشارع أكون آمنة مطمئنة، يعني حاسة أركب المواصلات وأنا آمنة، أطلع بالليل شديد وأنا آمنة برضه. مفروض نكون حساسين أكتر ونوعى أكتر ونوعي بعض بضرورة عدم التحيز يعني والمساواة عموماً.